السلام عليكم. بقدر كبير من الأمل أعلن الإثيوبيون قبل أيام بدء تشغيل سد النهضة العملاق لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر النيل الأزرق بحضور كبار مسؤولي الدولة. وبقدر من القلق استقبلت مصر والسودان هذا التطور. ما بين الأمل الإثيوبي والقلق المصري والسوداني تنشأ توترات سياسية على ضفاف أحد أعظم أنهار العالم. تهدف أديس أبابا من السد إلى توليد الكهرباء التي يفتقدها أكثر من نصف الإثيوبيين، وترى في المشروع جامعاً للشعب والحكومة والمعارضة في الدولة التي مزقتها الحروب العرقية. بينما تخشى القاهرة والخرطوم نقصان حصتيهما من مياه النيل، ويزيد في خشيتهما إصرار أثيوبيا بحسب تصريحات لساسة من البلدين على القيام بإجراءات أحادية الجانب فيما يتصل بسد النهضة. نتوقف في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب مع هذا التطور لنبحث دلالة قيام إثيوبيا بتشغيل السد بدون التنسيق مع دولتي المصب مصر والسودان، ثم نسأل عن تداعيات ملف سد النهضة على العلاقة بين دول حوض النيل وخصوصا إثيوبيا ومصر والسودان. أهلا بكم. يتمتع سد النهضة الذي وضعت إثيوبيا حجر أساسه عام 2011 وأصبح أكبر مشروع قومي لإنتاج الكهرباء في إفريقيا بسعة استيعابية تبلغ 74 مليار متر مكعب، وهو مجموع ما تحصل عليه مصر والسودان تقريبا من حصتهما السنوية. إلا أن خزان السد يمكنه أن يحجب مرور النيل الأزرق إلى دولتي المصب لمدة متواصلة تبلغ عاماً ونصف العام، ما أثار مخاوف مصر والسودان رغم تأكيدات أديس أبابا الدائمة بأنها لا تستهدف الإضرار بدولتي المصب. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أطلق رسمياً عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة وسط تحفظات من جانب مصر والسودان، فيما أصدرت الخارجية المصرية بياناً مقتضباً قالت فيه إن البدء بشكل أحادي في عملية تشغيل سد النهضة يعد إمعاناً من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ لسنة 2015. أما السودان فقد التحقت بمصر في التنديد بكل الإجراءات أحادية الجانب من قبل إثيوبيا بإطلاق إنتاج الكهرباء في سد النهضة، حيث ترى القاهرة والخرطوم في المشروع تهديداً لهما نظراً إلى اعتمادهما الكبير على مياه النيل، فيما تعتبره أديس أبابا ضرورياً لتأمين الكهرباء ولتنمية البلاد. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر في وقت سابق إثيوبيا من خطر نشوب صراع بسبب سد النهضة، وأن التعاون والاتفاق أفضل من أي شيء آخر، إلا أن السودان استبعد الإقدام على الخيار العسكري وأنه لا يزال الحديث عن الخيارات السياسية. وهذا ما دعت إليه الأمم المتحدة في حث كافة الأطراف إلى القيام بما في وسعها لتهدئة التوتر، فيما لم تتوصل محادثات أجريت برعاية الاتحاد الأفريقي لاتفاق ثلاثي حول سد النهضة. ينضم إلينا للحديث عن هذا الموضوع من كوالالمبور في ماليزيا الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بجامعة يونتين الماليزية، وكذلك من أديس أبابا الأستاذ عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والصحفي الإثيوبي، وكلا الضيفين يشاركان عبر تطبيق سكايب. أهلا بكم ضيفي الكريمين. لو بدأنا معك دكتور محمد، من الناحية الفنية، هل إعلان رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بدء توليد الطاقة الكهربائية من خلال السد يعتبر ذا شأن من الناحية الفنية أم أنه غير ذي قيمة؟ أولا أهلا بكم أخواننا الشعب العظيم. طبعا الكلام اللي حصل يوم 20 مايو هذا الشهر دي له دلالة كبيرة جدا سياسية وفنية. من الناحية الفنية حدث أولا أنه أثبت أن السد قادر على توليد كهرباء، وإن كانت في التروبين المنخفضة الذي تم تشغيله يوم الأحد الماضي كان كمية كهرباء بسيطة، يعني ما تكفيش حتى قرية صغيرة حوالي 30 ميجا وات، وهذا ظهر على العداد اللي كان بيوقع عليه رئيس الوزراء أبي أحمد.
فيها كمية بسيطة كده ولكنها كمية رمزية بتقول للعالم كله إن سد النهضة سيلت الكهرباء. قد إيه كهرباء؟ ده سؤال تاني. قد إيه مية هتطلع مع كهرباء؟ ده سؤال تاني. ولكن بشكل عام من الناحية الفنية لا، سد النهضة قادر على توليد كهرباء، والإعلام اللي يقول إن سد النهضة فشل في توليد كهرباء هو للأسف ما يعني ما بيقولش الحقيقة. من ده من الناحية الفنية. من الناحية السياسية لا، ده كده أبي أحمد بيقول لمصر والسودان بأن يعني خلاص الأمر انتهى، وأن إرادة أثيوبيا هي العليا، وأن أنتم لازم تنصاعوا للإرادة الأثيوبية، وهو بشكل تدريجي بيحاول ياخد مصر والسودان. محمد، يعني هذه الرسائل السياسية التي تتحدث عنها لا تنسجم مع التصريح الذي أطلقه أبي أحمد وخطب فيه المصريين والسودانيين قائلا لهم أبشروا فإن خيرا كثيرا سيصلكم. أوكي، ده سؤال جميل جدا. أنا هسألك أسئلة بس أنا اللي هرد عليها. تتذكر ليه أثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاقية البيت الأبيض لما مصر وأثيوبيا والسودان راحوا في المكتب البيضاوي أمام ترامب وقعدوا، ومصر وافقت على اتفاقية ترامب والسودان يعني كانت محايدة، ولكن أثيوبيا رفضت توقيعه وسابت ترامب ومشت، سابت ترامب والبنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية ورفضت التوقيع. السبب كان ببساطة جدا إن مصر أثناء المفاوضات دي بتقول لما تشغلوا التوربينات يا جماعة طلعوا لنا 40 مليار من الحصة الأساسية أو من كمية التدفق الطبيعي اللي كان بيوصل لمصر زمان قبل السد، والتي تصل 49 مليار، بمعنى إن مصر تنازلت أوتوماتيك عن 9 مليار وبتطلب فقط 40 مليار. فجت أثيوبيا قالت لا، أنا هطلع 31 مليار، شغلت توربين 2 3 5 10، أنا مش هطلع أكثر من 31 مليار. تدخل ترامب وقال أوكي نقسم البلد نصين، وأثيوبيا طلعت 37 مليار. ففي اليوم التوقيع اللي هي المفروض تيجي وتوقع على 37 مليار رفضت الحضور ومشت وما جاتش الاجتماع اللي وقع عليها وزير الري المصري بقبوله 37 مليار. فلما يطلع ابي احمد يقول في خير كتير طالع، لا ما فيش خير كتير طالع، ده المفروض اللي بيوصل لبحيره ناصر كل سنه 49 مليار من النيل الازرق. انت دلوقتي مصر على 31 مليار، وال 31 مليار انت ذكرتها عشرات المرات في المفاوضات الثلاثيه مع مصر والسودان وامام ترامب، وكل التعنت الحاصل حاليا في موقف المفاوضات المصريه السودانيه الاثيوبيه هو الرقم ده 31 مليار، مش هطلع اكثر 31 مليار. فالقول ان خير كتير هيجي لمصر والسودان، اسف الكلام ده يعني ما يمشيش معايا، لان المواقف السياسيه الاصيله للدوله الاثيوبيه والرئيس الوزراء ووزير الري السابق استقطاع 18 مليار من التدفق الطبيعي، بدل ما كان بيوصل 49 هيوصل 31، والكلام ده مثبت في الجرائد ممكن تطلع عليه. فالقول ان في خير كتير جاي لمصر، لا هو الخير فقط 31 مليار، يعني بشكل اوتوماتيك مصر خسرت 18 مليار. طيب دعنا نسمع الراي الاثيوبي مع الاستاذ عبد الشكور. يعني كما سمعت استاذ عبد الشكور، يعني تصريح رئيس الوزراء الاثيوبي لا يتطابق مع الوقائع التي سبقت هذه الخطوة، خطوة بدء تشغيل سد النهضة. السؤال المطروح الآن، لماذا تصر أديس أبابا على المضي قدما في إجراءات أحادية الجانب في قضية حساسة تمس مصالح جوهرية وحيوية لدولتي المصب السودان ومصر، بالرغم من وجود إعلان اتفاق مبادئ موقع بين البلدان الثلاثة ينص على ضرورة وجود حد ولو أدنى من التنسيق فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة؟ أهلا وسهلا بك أخي العزيز، وأهلا بضيفك فضيلة الدكتور محمد حافظ، وتحياتي له مجددا. في أثناء حديث الدكتور محمد حافظ تطرق الى قضيه يعني مسوده الاتفاق التي لا يعني لو وردت لي استاذ عبد الشكور، يعني ساترك مجالك للتعليق على ما قاله، لكن لو تجبني على السؤال، لماذا تصر اديس ابابا على المضي في خطوات احاديه الجانب بالرغم من وجود اتفاق على المبادئ بين الدول؟ انا جايك يا اخي العزيز، هي اثيوبيا يعني ترى انها متوافقه مع خطواتها بحسب اتفاقيه المبادئ التي تفصل ما بين يعني عمليات البناء وعمليات يعني المفاوضات. يعني من وجهه نظر الاثيوبيه
يعني هناك يعني قناعه لدى الاشقاء في مصر بان اثيوبيا اولا لا تستطيع بناء سد النهضه، فعندما تاكدت بانها ستبني بدات في وضع عراقيل ويعني وتاخير يعني وتاخير فتره التشغيل والتعبئه. فبالتالي يعني بحسب هذه السياسات التي اتبعها الجانب المصري فاثيوبيا مضطره انها فعلا يعني تمارس حقها الطبيعي بان تستفيد من الموارد. صحيح استاذ عبد الشكور، هي حتى مصر استاذ عبد الشكور حتى مصر معذره يعني انت انا الحديث لك لكن فقط يعني الامر يعني اخذ ورد، يعني هي من حق اثيوبيا، من حق اثيوبيا وهذا قال المصريون المسؤولون المصريون والسودانيون، من حقها ان تتمتع بمياه النيل، ولكن هناك اتفاق ادبي اعلان المبادئ والمسؤولون الاثيوبيين يعني اعلنوا التزامهم بهذا الاتفاق، ومع ذلك يقول المصريون بانه نكثوا عهودهم وقاموا باجراءات احاديه بالرغم من وجود هذا الاتفاق. تفضل أخي العزيز. يعني اتفاق المبادئ أول من يعني ترك يعني الالتزام به هو الأشقاء في مصر، وذهبوا يعني في بالوساطة يعني ما ورد في الاتفاق المبادئ إذا كان هناك خلاف يعني يتم رفعه إلى رؤساء يعني المسؤولين السياسيين في البلدان الثلاثة. فإذا لم يتفق يعني لم يتفق التوصل إلى اتفاق في هذه الخطوة يتم يعني البحث عن شريك او يعني وسيط يتم الاتفاق عليه. فبالتالي يعني اثيوبيا ترى انه من ترك اتفاق المبادئ وذهب الى روسيا اولا ثم بعد ذلك الولايات المتحده والمجلس الامن والامم المتحده هي مصر. فبالتالي يعني تحميل ان اثيوبيا هي التي لا تلتزم هذا ليس صحيحا بحسب وجهه النظر الاثيوبيه. وهذه كلها خطوات كما قلت لك في سياق تعطيل استفادة أثيوبيا من هذا المشروع وتأخير الاتفاق التوصل إلى اتفاق. هذه النقطة الأساسية والمهمة جدا التي ترى أثيوبيا يعني هناك فصل ما بين قضية يعني الحصص والكميات من الواردة من سد النهضة وبالذات في حصص مياه النيل بصفة عامة، ومناقشة هذا الأمر في معزل عن يعني المفاوضات سد النهضة. وأثيوبيا ترى بأن موقع هذا مناقشة هذا الأمر هو يكون عبر كل دول إشراك كل دول حوض النيل حتى لا تتكرر تجربة 1959 عندما استقل السودان ومصر بتقاسم مياه النيل. فبالتالي هذه هاتان قضيتان يجب الفصل فيهما يعني بمعزل عن بعضهما بحسب وجهة النظر الأثيوبية. ارجع واقول يعني فبالتالي يعني سبب انسحاب أثيوبيا من اتفاقية واشنطن هناك سببان رئيسيان. السبب الاول انه يعني صياغة يعني قيام وزارة الخزانة الأمريكية بصياغة اتفاقية مسودة الاتفاق مخالف لما تم التوافق عليه بأن يكون الخبراء الفنيون من الدول الثلاثة وفريقهم القانوني بصياغة هذه الأمور. والذي حدث انه الطرف المصري الطرف الأمريكي بالذات وزارة الخزانة الأمريكية، وهذه هنا قضية مهمة أخرى، يعني كان المفترض أن يكون هناك جهات أخرى وهي التي تعرف أفريقيا وتعرف كل مشاكل المنطقة. وزارة الخزانة الأمريكية يعني أيضا ليست معنية المفروض بهذا الأمر لكن قامت بهذا الأمر. فأثيوبيا ترى بأنه لا يخدم المنطقة. هذه نقطة هنا نقطة مهمة جدا حقيقة. أنا أرى أنه عدم توقيع أثيوبيا على اتفاقية واشنطن مهم جدا لكل شعوب المنطقة، وأعتقد المشاهد الكريم يفهم ما أعني يعني. طيب دعني أعود مرة أخرى إلى كوالالمبور. دكتور محمد، يعني أنت قدمت توصيفا سياسيا للخطوة التي قامت بها أثيوبيا، لكن أريد أن أسمع منك إجابة على السؤال الذي سألته للأستاذ عبد الشكور في أديس أبابا ولم ألقى يعني جوابا حقيقة قطعيا عليه. برأيك لماذا تصر إثيوبيا على المضي قدما
بخطوات أحادية الجانب، هل هناك تفسير غير الذي سمعناه من الأستاذ عبد الشكور؟ أولا اتفاقية المبادئ 2015 معظم المصطلحات بتاعتها مصطلحات مطاطة جدا وليس محددة أرقام ثابتة، لذلك التفسيرات كل بلد بتفسر هذه المصطلحات المطاطة وفقا لمصالحها. يعني أنت لو قعدت مع مفوض أثيوبي هيقول لك أنا فسرت الجملة دي كذا، موضوع عدم حدوث ضرر جسيم. طب إيه الضرر الجسيم اللي هو مذكور في اتفاقية 2015؟ لازم كان المفروض عندما تنتقص المياه بنسبة كذا هذا يعرف في ضرر جسيم، إنما إن أنت تسيب المصطلحات مفتوحة بدون ما تحددها بأرقام ما تزلش عليك، لا دوا ثغرات ثغرة كبيرة جدا في اتفاقيات مبادئ سد النهضة والتي استغلتها أثيوبيا بشكل كويس جدا جدا. وبصدق ما أقدرش ألوم أثيوبيا في هذا الأمر، لأن الدباجة بتاعت الاتفاقية يعني سوري ما اكتبهاش محامي لسه متخرج يعني، فعلا مصر متضررة من هذا الأمر، ولكن للأسف شديد قانونيا ما تفعله أثيوبيا من خلال التشغيل ومن خلال البناء بشكل منفرد ده منصوص عليه في الاتفاقية في البند الخامس. البند الخامس بيقول لك إن أثيوبيا من حقها إنها تبني وإنها بس تبلغ الأطراف الثانية مصر والسودان، وإن كل يعني كل ما يخص شأن سد النهضة من حق أثيوبيا تعمله، وأي بيانات تيجي من مصر أو أي ملاحظات تيجي من مصر فهي ملاحظات إرشادية، ولم يذكر في اتفاقية 2015 كلمة ملزمة. فما مصر والسودان ليس من حقهم أن يلزموا أثيوبيا بأي شيء وفقا لاتفاقية 2015. فللأسف شديد اللي بتعمله أثيوبيا يستغل هذه الثغرات في الاتفاقية، قانونيا موقفها سليم جدا. طيب أعود مرة أخرى أستاذ عبد الشكور، يعني من المراقبين من يصف إجراءات الأثيوبية بأن تنم عن ثقة كبيرة بالنفس وعن جرأة في اتخاذ القرارات، خصوصا وأن هذا الأمر يعني يهدد الأمن الغذائي والأمن المائي لمصر في الصميم، ويسأل هذا المراقب ما مصدر قوة أثيوبيا في المضي قدما في هذه الخطوات؟ سؤال جميل جدا أخي العزيز. أولا باعتبار يعني أثيوبيا يعني التزمت وأعلنت أنها يعني على استعداد للتعاون وطلبت الشراكة في التمويل وفي التشغيل وفي التنفيذ وفي التشغيل على البلدين، ولكن مصر رفضت، وبالتالي يعني العرض الأثيوبي لم ينجح. هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا باعتبار السد سد كهرومائي لتوليد الطاقة، والمنطقة التي بها يعني أقيم بها سد النهضة لا تصلح لأي مشروع زراعي ولأي استغلال آخر للمياه، فبالتالي المياه ستجري في المجرى الطبيعي لله نهر النيل. الأمر الثالث أيضا الوضع القانوني الذي يعني يعفي أثيوبيا من أي يعني باعتبار أنها التزمت لا تسبب أي ضرر ذي شأن، فبالتالي هذا كل ما يطلب منه القانون الدولي وكل المعاهدات الدولية في هذا الشأن يعني تلزم بعدم إضرار جسيم، فبالتالي أثيوبيا يعني ترى في قانونيا وطبيعيا أيضا يعني في الموقع السليم. الأمر المهم الآخر يعني أثيوبيا يعني فيما يتعلق بالمياه هناك مصادر أخرى بديلة أيضا، فبالتالي يعني لا ليست في حاجة إلى استغلال المياه بالذات في هذه المرحلة، لكن ما تريده أثيوبيا هو للمستقبل أيضا تريد تحتفظ بحقها في الاستفادة من مياه النيل، وهذا ما تطلبه عبر اتفاق يعني يشرك كل دول حوض النيل. يبقى التوصيف الذي ذكرته أخي العزيز يعني بكل المؤشرات عدم يعني إضرار سد النهضة بالأمن القومي سواء لمصر أو للسودان حقيقة ليس هناك ما أي شيء. من الذي يحدد أستاذ عبد الشكور قبل أن أذهب إلى الفاصل، من الذي يحدد مصطلح الإضرار يعني الذي يضر بمصر من عدمها، هل هي أثيوبيا أم مصر برأيك؟
لا أخي العزيز، ممكن يعني لو كانت هناك، للأسف الشديد هو الحشد الإعلامي والتضخيم والتعبئة الشعبية التي بالذات يعني استخدمت ضد سد النهضة وضد أثيوبيا هي التي يعني جيشت. وإلا حقيقة لو كان هناك حسن نوايا الخيارات كثيرة والبدائل كثيرة جدا، ويمكن خبراء الدول الثلاثة يتفقوا يتصلوا إلى اتفاق. طيب. يعني لحسم هذه القضايا نقطة كلها مهمة وليس هناك أي مشكلة. نقطة مهمة أثرتها، الخيارات والبدائل هو ما سنحاول أن نبحثه في المحور الأخير من هذه الحلقة، لكن بعد الفاصل سنبحث لماذا جاء الرد المصري والسوداني فاترا بالرغم من أهمية وحيوية هذه القضية. نواصل بعد العودة من الفاصل. حياكم الله معنا في هذه العودة للحديث عن الخطوة الإثيوبية الممثلة بإعلان بدء تشغيل سد النهضة. دكتور محمد، باستثناء بيان مقتضب على فيسبوك فإننا لم نلحظ موقفا مصريا ذا شأن من هذا التطور. أريد تفسيرك لو أذنت يعني من هذا الموقف المصري الذي وصفه المراقبون بأنه فاتر وباهت، هل لأن تشغيل السد بتوربين واحد تعتبر مسألة رمزية ليست خطيرة، أم لأن مصر واثقة من المستقبل، أم هو كما يقول معارضون النظام السياسي في مصر تفريط جديد بحقوق مصر التاريخية برأيك؟ خد بالك، الإعلام المصري حتى هذه اللحظة بينكر أن سد النهضة ولد كهرباء. يعني معظم الخبراء المصريين جوا مصر ينكروا أن سد النهضة والكهرباء وان سوريا تكذب و و و ففي اتجاه عام للاعلام المصري هو تهدئه الامور واخراس اي صوت يتكلم باي شيء حقيقي يقع في سد النهضه. لذلك طلع بيان الخارجيه فاتر زي ما حضرتك قلت، وما فيش خبراء كتير بيطلعوا في الاعلام المصري بحيث ان هم يوضحوا للمواطن المصري حقيقه ما حدث. لذلك يعني هم يتعمدوا بشكل كبير جدا يعني اخفاء ما يحدث في سد النهضه حتى لا يثير غضب المواطن المصري اللي بيعاني من مشاكل اقتصاديه ورافعين عليه اسعار الخبز ورافعين عليه اسعار البترول ورافعين عليه اسعار كثيره. عاجلا ام اجلا يعني ستتضح الحقائق وربما تكون الصدمه اكبر والنتائج اخطر. لا، حاليا بيفكروا ازاي يمر النهارده، ازاي النهارده يمر بدون اثاره غضب الشعب المصري. وهم يعلمون تماما ان لو ادرك المواطن المصري حقيقه ما يحدث في سد النهضه هيغضب بشكل كبير. لذلك فهم بيهونوا من الامر لدرجه ان هم بيعتبروا لا ما فيش حاجه حصلت، وبيطلع خبراء كتير على الشاشه المصريه المحليه بينكروا هذا الامر، بينكروا ان سوريا ولت الكهرباء وان كلها اكاذيب اكاذيب. فالموضوع فني جدا، وعشان كده المواطن المصري يعني للاسف الشديد ما بيسمعش غير من جهه واحده. دكتور محمد لو أذنت، ما الذي يخفى على المصريين بشأن حقائق سد النهضة لو تتفضل بذكرها؟ أولا أضرار سد النهضة أضرار كبيرة جدا، يخفي تحت الحكومة المصرية هذا الكلام على الرغم من خروج العديد من الأبحاث داخليا وخارجيا تؤكد أن العجز القادم بعد استكمال سد النهضة سيصل ل 30 مليار متر مكعب من الحصة المصرية المقدرة ب 55.5. فالنهاردة إحنا عندنا 55.5 مليار وبنعاني من عجز كبير جدا في المياه، وحصة المواد أقل من 600 متر مكعب في السنة. فما بالك لما ينتقص ال 55.5 لتصير 25.5، كيف ستكون الحياة في مصر؟ 30 مليار عجز في حصة الدولة المصرية
يعني على الأقل تمويل ما بين 5 ل 6 مليون فدان. تخيل 5 ل 6 مليون فدان من 9 مليون فدان بس تمتلكهم مصر، هيكون الوضع الاقتصادي ازاي؟ فاتورة المواد الغذائية اللي بتستوردها مصر النهارده باهظة جدا، فما بالك لما تنتقص، لما تتوقف الزراعة من 6 مليون فدان وتنتقص هذه الرقعة الزراعية وما بقاش فيه إنتاج حتى للفواكه والخضروات المحلية نضطر نستوردها، فكم ستكون فاتورة هذه المواد في وقت تمر به الدولة المصرية في موقف اقتصادي صعب؟ لذلك يضاف لذلك ان سد العالي بعد كده هيبقى بحيره ناصر هتبقى زي ملعب استاد ناصر، يعني منطقه جافه لان الميه هتصل لمنسوب السد التخزين الميه. واعتقد يعني بدون دخول في تفسيرات كثيره، عند حضراتكم في العراق عندكم سد الموصل اللي بياخد الميه من تركيا، بعد ما تركيا بدات تشتغل سد أليسو وسد أتاتورك، هل تأثرتم بالمياه؟ بالتأكيد في العراق تأثرتم كثيرا، وأنتم عندكم يعني نهرين مش نهر واحد زي حالتنا. لذلك الأمر بديهي جدا لما دولة المنبع تبني سد على المنبع، ده بيأثر بشكل سيء جدا على دولة المصارف والممر. يضاف إلى ذلك نقطة واحدة بس أنا هقولها للأخ السيوي، سد مروي في السودان بيمر عليه تحته نهرين، النيل الأزرق والنيل الأبيض، يعني 84 مليار متر مكعب، وعلى الرغم من ذلك تم تصميمه ليخزن 12 مليار متر مكعب فقط، بينما سد النهضة مبني على فرع واحد من النيل الأزرق، ولكنه بيخزن 74 مليار. فلو كان الأمر تصميم عادل وليس تصميم عدائي لسد، لكان تصميم سد النهضة يشابه تصميم سد مروي، ياخد بيشيل حوالي 12 مليار، وهذه هي الخطة الأساسية اللي كانت مبني عليها الاقتراح بشأن سد النهضة أيام حسني مبارك ما كان موجود، ولكن عندما تغير النظام غيرت أثيوبيا من التصميم ورفعت قدرات التخزين من 14 مليار ل 74 مليار. فهذه هي القضية وهذه هي يعني المشكلة. دكتور محمد، يعني دعني أتولى هنا فقط يعني الرد على هذه القضية، يعني إثيوبيا تساهم بأكثر من 70% من مياه النيل المتدفقة إلى مصر والسودان، وهي تعاني من نقص كبير، أكثر من نصف الشعب الإثيوبي ليس لديه كهرباء، وهم يقولون بأنهم لا يمكن أن يحاربوا الفقر من دون توليد الكهرباء التي سيقوم بهذه المهمة سد النهضة. لو أذنت لي أن أسأل الأستاذ عبد الشكور، في إثيوبيا ما المكاسب التي حققتها إثيوبيا من وراء هذه الخطوة؟ إعلان صور وكاميرات تصور أن رئيس الوزراء وضع إصبعه على أزرار كهربائية وولد الكهرباء ولو بشكل رمزي 375 واط إذا كانت المعلومة دقيقة، ما المكاسب التي حققتها إثيوبيا من هذه الخطوة؟ أولا أخي العزيز، يعني أتمنى أنه تعطينا الوقت مع تحياتي للدكتور محمد. تفضل. لكن يعني أولا المكسب الرئيسي أن أيضا يعني إثبات جدية إثيوبيا وأنها فعلا يعني بدأت الخطوة التي استثمر فيها كل المواطنين الأثيوبيين وأنفقوا فيه من عرق جبينهم. هذه قضية نقطة رمزية مهمة جدا، وصحيح مع أنها يعني هناك تقارير تتحدث عن أن تمويل خارجي، ثم من يقول إسرائيلي وآخر يقول ليس صيني. ليس صحيحا، كل المؤسسات الدولية تم منعها بجهود مصرية، يعني جهود المصرية نجحت في أن تمنع التمويل، أي تمويل. قد يكون فقط ممكن الصين استثمرت 1.5 مليار أو 1.8 مليار في خطوط نقل الكهرباء من موقع سد النهضة إلى منطقة يعني محطة التحكم، غير ذلك ليس هناك أي استثمار وليس هناك أي تمويل خارجي. فيما يتعلق يعني أنا مع احترامي للأستاذ دكتور محمد، حقيقة يعني 30 مليار رقم كبير جدا، فاقد سد النهضة، يعني فاقد مياه النيل بسبب سد النهضة بالنسبة لمصر أعتقد رقم كبير جدا. بالعكس نحن في أثيوبيا نرى بأن الأرقام التي يعني يتم تداولها بأن ما يتم تخزينه في السد العالي يعني سنويا أرقام أكبر بكثير من الرقم الذي يعلن، ما يصل إلى مصر أكثر بكثير من 55 مليار
فبالتالي يعني ليست هناك شفافية، ليست هناك معلومات دقيقة، فبالتالي ومصر تتهرب من هذه النقاط، وهي تريد حقيقة بالتدويل وبالضغط الإعلامي وبالعلاقات العامة التي يعني ترهقها كثيرا، تريد أن تتغلب على كل هذه الأمور وتريد من أثيوبيا التوقيع على بياض. يبقى نقطة مهمة جدا، يعني سد النهضة وكل القضايا التي تتعلق بمياه النيل تستخدم في مصر سياسيا وأمنيا حقيقة لإشغال وإلهاء الرأي العام المصري، وليست المعلومة الصحيحة كما ذكر الدكتور، فليس فقط في سد النهضة، وإنما يعني المواطن المصري قبل سد النهضة لا يعرف بأن مياه النيل، عامة الشعب المصري بأن مياه النيل تأتي من أثيوبيا الجزء كبير، ليس كما 70 كما ذكرت أخي العزيز، وإنما 86% من مياه النيل تأتي من أثيوبيا، فبالتالي هناك تضليل وهناك تشويه وهناك يعني تعتيم إعلامي وهناك حقيقة استهداف لتشويه صورة أثيوبيا والعمل على حقيقة الإضعاف. النقطة المهمة التي حقيقة تريد تحقيقها مصر، يعني مصر كما ذكر وزير الري المصري السابق ناصر علام، الخوف هو أن تستفيد السودان أكثر من أثيوبيا، أن تستفيد السودان من مياه النيل، والسودان أكثر استفادة من مياه النيل من سد النهضة باعتبار الفوائد الكثيرة التي أنا يعني لا أذكرها في هذا المقام حفاظا على وقتكم. فبالتالي مصر تتحفظ وتتخوف من استفادة أثيوبيا والسودان، وخشت ألا تنافسها بالذات في المشاريع التنموية القادمة والتي كان بالإمكان كما ذكر دكتور محمد، هناك حاجة إلى المياه صحيح، ولهذا كان العرض الأثيوبي أن يكون هناك يعني شراكة. أنت تغفل شراكة في حديثك، لا فقط سأعطيك الفرصة، يعني أنت في حديثك أستاذ عبد الشكور تغفل التقارير الدولية التي تتحدث عن الأضرار الحقيقية التي سيواجهها المزارعون المصريون، الأراضي الزراعية الواسعة التي تقوم كلها وتعتمد كلها على مياه النيل الذي سينخفض منسوبه. هذه تقارير دولية تتحدث عن المشاكل التي ستواجهها مصر من جراء سد النهضة العملاق. لا أنا لا أغفل أخي العزيز، لكن مصر أمامها تحدي كبير جدا، هي تستخدم محاصيل، تزرع محاصيل شرهة جدا، ويعني وليس من العقل والمنطق أن يتم زراعتها في مصر، وهناك قدر كبير جدا من مياه النيل يتم تسريبها عبر مفيض توشكي، والآن أيضا عبر السوفاريم يتم يعني نقلها إلى صحراء سيناء، والمعلومات المتواترة تقول بأنه يتم بيعها إلى إسرائيل. ليست هناك شفافية كما قلت لك، لكن أمام مصر أمام تحدي في أنها تستفيد من عمقها الأفريقي الطبيعي وتنفتح، بدل الصراع، بدل المناكفات، وبدل الحملة الشرسة والعداء ما بين الشعوب. الآن انتقلت العداوة من الأنظمة إلى الشعوب، ومصر هي المسؤولة عن هذه النقطة. بدل هذا الأمر يكون هناك عمل شراكات، جميل هذا الكلام، يكون هناك استثمار، يكون هناك امتداد عبر العمق الطبيعي لمصر في أفريقيا، جميل وليس هذا الكلام، وليس التغريد خارج السرب. جميل هذا الكلام أستاذ عبد الشكور، وإن كنت تطالب يعني المصريين بأن ينفتحوا في الوقت الذي يعني ربما إثيوبيا تضع يدها على شريان التنفس الوحيد لدى المصريين، ربما هذا يراه تناقضا في المواقف. دعني أعود مرة أخرى إلى كوالالمبور. دكتور محمد، ليس مفهوما حتى الآن المراقب للسياسة المصرية فيما يتعلق بملف سد النهضة، ليس واضحا محددات الموقف المصري من أعمال السد. هناك نوع من التراخي، وهناك اتهامات للنظام السياسي الذي يحكم مصر الآن بأنه أخفق في إدارة هذا الملف الحيوي والحاسم. هل يمكن أن تحدد لنا محددات الموقف المصري من هذه القضية؟ يعني أهم الأمور في هذا الشأن إن النظام المصري أو الحكومة المصرية قد قدمت لأثيوبيا كل ما كانت تتمناه يعني وأكثر، لذلك القول بأن أثيوبيا تتعنت في توقيع اتفاق ملزم مع الحكومة المصرية، أنا لو في مكان رئيس وزراء أثيوبيا ومعايا اتفاقية 2015، فأي اتفاقية أخرى أوقعها مع مصر ستقلل كثيرا من المزايا التي حصلت عليها في اتفاقية 2015.
لذلك أهم المحددات في هذا الأمر هو أن أثيوبيا لم توقع مع الدولة المصرية أي اتفاق آخر بعد 2015، لأن أي اتفاق آخر يكون خسارة للدولة الأثيوبية، والمصريين الحكومة المصرية تعلم ذلك، ورئيس الجمهورية ووزير الري يعلمون ذلك. لذلك فهم بيحاولوا يعني سوري تو سي يبينوا الشعب المصري ويقولوا نحن نبحث على اتفاق ملزم. أثيوبيا لن توقع على أي اتفاق ملزم، لأن ما لديها الآن من اتفاقية المبادئ هو أفضل بكثير جدا من أي اتفاق يمكن أن تحلم به. لذلك محاولات الحكومة بأنها تلوم أثيوبيا طول الوقت في هذا الشأن أنا رفضه تماما، لأن للأسف شديد إحنا من 2015 وإحنا مسلمين رقبتنا لأثيوبيا، وأي كلام آخر بإنشاء الاتفاق ملزم للأسف شديد هو نوع من التضليل للشعب المصري وبيع الوهم له. طيب أستاذ عبد الشكور، الآن يعني واضح أن مصر والسودان تمران بمنعطف داخلي، اضطرابات وضعف سياسي وضعف اقتصادي وحتى اضطراب سياسي في الداخل المصري والداخل السوداني، ولا شك أن الحكومة الإثيوبية يعني تدرك هذا الواقع الجيوسياسي المصري. السؤال هو ما الخطوات المقبلة بعد هذه الخطوة التي اتخذتها إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة؟ أخي العزيز، يعني أعتقد يعني من الإنصاف أن يعني ننظر إلى الأرض الأثيوبي المجدد الذي طرحه أبي أحمد ودعا فيه إلى مصر، ودعا في مصر والسودان للعمل في شراكة وتعاون بتوليد طاقة نظيفة، طاقة متجددة، واستخدام يعني بالذات كل دول حوض النيل من الكونغو إلى إريتريا إلى كل هذه الدول التي فيها كميات من الأمطار ومن المياه، وتوليد طاقة نظيفة ومتجددة، ثم بعد ذلك وتصريفها وبيعها إلى أوروبا التي يعني يكون فيها هناك مقدار من التلوث كما ورد في خطاب رئيس الوزراء. فبالتالي أثيوبيا اليوم أيضا تجدد العرض بالتعاون وبالعمل بشراكة. أنا أعتقد النخب السياسية بالذات يعني السلطة السياسية في مصر الآن أدركت أنه عدم التعاون والرفض يعني والذهاب بالوساطات الدولية يمينا يسارا يضرها أكثر مما ينفعها. فبالتالي الآن يعني العمل في شراكة. مفهومك للتعاون أستاذ عبد الشكور، مفهومك للتعاون بين مصر وإثيوبيا في الوقت الذي تمعن إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب بدون الرجوع إلى مصر ولا التنسيق مع حتى لو كان القرار بيدها، مفهوم التعاون هنا كيف يتبدأ لك أستاذ؟ ما أخي العزيز، أنا قلت لك يعني التوقيع على اتفاق، أولا يعني أي اتفاق يتم التوصل إليه ما بين الأطراف الثلاثة هو ملزم، يعني البحث عن التفاق ملزم أعتقد يعني هو لعب بالألفاظ. هذه نقطة. النقطة الثانية أخي العزيز، يعني بالإمكان لو جلس، أنا أستحضر هنا كلمة يعني فاروق الباز، الدكتور فاروق الباز عندما تحدث للإعلامي المصري عمرو أديب وقال يا جماعة احنا نجلس مع أشقائنا الأفارقة ويكون هناك ما بيننا أخذ ورد بدون يعني بدون فوقية يعني. فبالتالي الذي يحدث الآن رفض من مصر يعني لاتفاق ويكون في شراكة ويكون في عمل مشترك، فقط مصر تريد يعني الحصول على ما يعني ما تراه وما تقوله بأنه حقوق مكتسبة وحقوق تاريخية. هذه الأمور ليست يعني مناسبة في هذا الوقت. الشراكة فيها صيغ كثيرة جدا، وهذا لا أعتقد ليس من المصلحة أنه أنا أتحدث عبر الإعلام، وإنما الخبراء الفنيين يعني يجلسون يعني يبحثون أسس الشراكة وطرق الشراكة ومجالات العمل المشترك. الزراعة يعني المحاصيل الشرهة التي تزرع في مصر لو يتم زراعتها في الحوض النيلي المنبطح يعني الواسع أفضل بكثير من أن يعني نتقاتل على كمية مياه محدودة. يعني سكان مصر اليوم إذا كانوا 100 مليون أعتقد بعد
يعني بال 30 40 سنه سيتضاعف العدد او يكون قريب من التضاعف. فبالتالي يعني ما العمل؟ العمل هو ان يكون هناك تفكير ابداعي خارج الصندوق ويعني وبحث عمل طيب. مشترك بدل ان يكون هناك صراعات نقاط ومناكفه جيدة. نقاط جيده وخلق عداوات. طيب استاذ عبد الشكور نقاط جيده يعني طرحتها انقلها الى الدكتور محمد. التفكير خارج الصندوق والبحث عن حلول ابتكاريه بالنسبه في مصر التي يعني مرشح لان يزيد عددها بنسبه بمتواليه ربما حسابيه في السنين المقبله، ما هذه التفكير خارج الصندوق الى اين يمكن ان يؤدي بمصر؟ اؤكد لحضرتك انني ساكون اسعد انسان على هذا الكون لو حصل توحد اقتصادي بين دول حوض النيل الازرق تحديدا مصر والسودان واثيوبيا. اللي بتحتاجه اثيوبيا هتلاقيه في مصر، واللي بتحتاجه مصر هتلاقيه في اثيوبيا والسودان. اتمنى ان يكون في نوع من التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاثه دول، والثلاث دول دول اللي بيشربوا من نفس نهر النيل لو اتحدوا بنيه صادقه وبنظم ديمقراطيه، انما في وجود الدكتاتوريات الحاليه مش هيحصل قبل اي توحد. لو في اثيوبيا والسودان ومصر في انظمه تمثل الشعوب ذاتها، لا انا اتفق تماما مع الصديق الاثيوبي، واؤكد ان الدول الثلاثه دول باقتصادياتهم ممكن ان هم يكونوا مصدر خير كبير جدا، مش لشعوبهم بس، لشعوب القاره الافريقيه ومنطقه الشرق الاوسط. ولذلك لو احنا تفاهمنا بنيه صادقه والشعوب تفاهمت مع بعضها البعض وليست قيادات الدكتاتوريه، اؤكد لك ان ممكن مصر والسودان واثيوبيا تمثل تكتل اقتصادي كبير جدا للمستقبل، ولن يهمنا اذا تضاعف سكان مصر او تضاعف سكان اثيوبيا، التضاعف ده هيكون قوه اقتصاديه لهذه الدول وليس برايك دكتور محمد من الناحيه الفنيه عندما يتحدث ضيف من اثيوبيا عن انه هناك خيارات ممكن ان تكون، وساعود لاساله عن هذه الخيارات، ما الخيارات التي يمكن ان تكون مطروحه امام مصر لتوليد افكار تخفف من اثار سد النهضه؟ زي ما قلت لك التكامل الاقتصادي تحديدا مع السودان كخطوه اولى، وفي حاله يعني اقتناع اثيوبيا بالانضمام وانها يكون يعني تعمل لصالح المنطقه بالكامل، ده هيكون خير اقوى للاكبر. ولكن اهم نقطه حاليا هو توحيد الجهود مع الدوله السودانيه وعمل نوع من الاقتصاد التكاملي ما بين مصر والسودان، ونقل عدد كبير من الفلاحين المزارعين المصريين لاراضي سودانيه لاستصلاحها والاستفاده من الامطار والاستفاده من المياه الموجوده هناك، بحيث ان العجز الغذائي اللي هيكون في مصر بعد سد النهضه يتقل هذه الفجوه من خلال المزروعات المصريه في الاراضي السودانيه. اول نقطه حاليا لانقاذ الدوله المصريه هي السودان. السودان هي مفتاح الامل للدوله المصريه، ويجب الاستفاده من تلك العلاقه بشكل اقتصادي جيد. طيب استاذ عبد الشكور يعني اريد ان اسالك عن الملف، يعني كيف سيبدو المشهد الجيوسياسي بين دول حوض النيل وتحديدا الدول الثلاث ذات الصلة، وبل كيف سينعكس على استراتيجية رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد الذي يسعى إلى تصفير المشاكل مع المحيط الإفريقي إلى تلطيف الأجواء؟ هذا الملف تحديدا سد النهضة، ما الدور الذي سيسهم فيه في هذا الاستراتيجية برأيك؟ يعني أنا يعني أثني على يعني نداء الدكتور محمد حافظ بأن يكون دور النخب ودور المثقفين ودور العلماء حقيقة يعني هو دور توعوي ودور يعني ضاغط على الأنظمة حتى تتبنى مطالب الشعوب، حتى تتبنى يعني مصالح تحقيق مصالح الشعوب، بدل يعني حقيقة إشغال الشعوب بقضايا يعني للاستهلاك الإعلامي وهو مؤقت حقيقة، هي مخدرات مؤقتة. فأعتقد يعني الرؤية الأثيوبية أن يكون هناك مشاريع مشتركة مع السودان مع مصر، يعني لو يعني دول حوض النيل أعتقد فيما يعني يتجاوز 10 أو 15 سنة كانت هناك مبادرة دول حوض النيل وتم فيها قطع شوط متقدم جدا حقيقة، من بحث خيارات ومن بحث بدائل للاستفادة ولتنمية موارد مياه النيل.
لكن وللاسف اقول يعني حقيقه يعني بحسب مصادر مطلعه في هذه المفوضيه يعني شخصيات مثل الدكتور ناصر علام هي التي عملت على يعني حقيقه تحطيم كل هذه الجهود ويعني وخلق هذا يعني هذا فيما مضى استاذ عبد الشكور، هذا فيما مضى، وقد طرحت انت وضيفنا من كوالالمبور امنيات جميله وكلنا يعني نشاطركم هذه الامنيات، لكن من الناحيه العمليه سد النهضه اكبر سد في افريقيا عملاق متوقع ان يولد 6000 ميجا وات من الكهرباء تغطي نصف الشعب الاثيوبي، هذا كيف سينعكس على العلاقة بين دول حوض النيل وعلى استراتيجية رئيس الوزراء الإثيوبي الذي يريد تصفير المشاكل مع المحيط الإفريقي؟ هل هذا السد سيساهم في تصفير المشاكل أم سيعقد المشاكل وخصوصا مع مصر والسودان في رأيك؟ هذا يتوقف على التعاطي المصري مع الموقف الإثيوبي أو الأرض الإثيوبي. لو كان هناك تعاطي إيجابي ورغبة في العمل المشترك أعتقد الأمور سيتم حلها. يعني الأرض الأثيوبي يتضمن أن يكون سد النهضة وسدود أخرى تعتبر بمثابة خزان لمصر عند الحاجة حقيقة في أوقات الجفاف والجفاف الممدد، يعني يتم تغطية العجز، والأرض الأثيوبي تضمن هذه الأمور أخي العزيز. لكن أنا كما قلت لك ليست هناك رغبة للعمل حقيقي يعني لما يعني يحقق منجزات على أرض الواقع لمصلحة الشعوب، ودورنا ودور النخبة المثقفة والعلماء حقيقة أن نضغط يعني في هذا الاتجاه، ولا نستجيب يعني حقيقة لمواقف السياسيين وحساباتهم الضيقة، وخاصة عندما يكون المؤسسات الأمنية هي القائمة على الملفات، وبالذات في ملفات بهذا الحجم وبهذه الحيوية. فبالتالي يعني دورنا أن نضغط بهذا الاتجاه، وأعتقد إثيوبيا عندها الإمكانية أن يعني أيضا أن وعندها الفرصة والرغبة حقيقة يعني للعمل في هذا الاتجاه مع السودان، مع جنوب السودان، مع كينيا، مع كل دول الجوار بما يحقق مصالح الشعوب. ولدينا الكثير من الموارد حقيقة التي يعني ممكن ان يعني بالعمل المشترك. انا اعتقد هنا نقطة مهمة يعني بس ما اخذ منك اقل من دقيقة. استاذ عبد الشكور نصف دقيقة من فضلك. هناك عمل شراكات برأس مال، شراكات بأيدي عاملة، وشراكات بعلاقات، فبالتالي هذه الشراكات ممكن تحويلها إلى موارد ضخمة جدا. طيب. لمصلحة الشعوب وليس حقيقة حتى بالانتقال وضحت الفكرة. يعني أريد أن أنتقل إلى كوالالمبور دكتور محمد، يعني كما سمعت ضيفنا من إثيوبيا أديس أبابا منفتحة وهي مسالمة ولا تريد الشر بمصر، ما الذي يعني يعيق الإدارة السياسية المصرية على الانفتاح على الإثيوبيين بما يعود بالفائدة على مصر في قضية المياه؟ أنا أتفق في حوالي 30% من مقال ضيفك الإثيوبي الكريم، ولكن أنا حقق منه جملة واحدة هو قالها لسه دلوقتي، قالها إن إثيوبيا بتعمل تخزين لمصر، تخزين لمياه لمصر، لمياه تحتاجها مصر في المستقبل من خلال سد النهضة والسدود الأخرى. الموضوع ما بين مصر وإثيوبيا ليس سد النهضة فقط، الموضوع إن في خطة مستقبلية لبناء ثلاث سدود أخرى على النيل الأزرق، سد كاردوبي، سد مانديا، سد مبيلة، والمنظومة كلها ستحتاجز 200 مليار متر مكعب وليس فقط 74 مليار. معنى ذلك إن إثيوبيا سيأتي عليها وقت إنها تحجز 2 أو 3 فيضان في آن واحد في المنظومة بتاعتها حتى بدون خروج نقطة مياه واحدة لدولة الصين. الكلام هنا النهضة بيتكلم على سد النهضة، ولكن الأجيال اللي جاية بعدينا هتعاني من السدود الأخرى التي ستبنيها إثيوبيا والذي صرح بها الأخ الإثيوبي الكريم، وهذه هي المشكلة. المشكلة مش هتكون فقط سد النهضة، المشكلة اللي احنا هنورثها لأبنائنا وأحفادنا فيما بعد، والتي ستؤدي حتما إلى جفاف الدولة المصرية. نعم، أشكرك دكتور محمد. ختاما مشاهدي الكرام، أشكر في ختام هذه الحلقة ضيفي الكريمين، كان معي من كوالالمبور دكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود في جامعة يونتين، كما أشكر الأستاذ عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والصحفي الإثيوبي، وكان معنا من أديس أبابا. الشكر الأكبر لكم على حسن المشاهدة، دمتم في رعاية الله.